تعد المأكولات البحرية من الوجبات المهمة والتي لها فوائد كبيرة، حيث أظهرت دراسة قام بها باحثون كنديون في جامعة ماكماستر أن تناول الأسماك الزيتية مثل السردين مرتين في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الوفاة، وهذا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بأكثر من الخمس. لكن هل يمكن الحصول على فوائد تلك المأكولات من المنتجات المعلبة والمجمدة اللي يمكن موجودة عندنا بشكل أكبر؟ هل هناك بدائل للحصول على نفس الفائدة؟ سنتحدث عن هذا الموضوع مع اختصاصية التغذية ديما الكيلاني لتجيبنا عن الأسئلة المتعلقة بتناول المأكولات البحرية بشكل عام. صباح الخير لك ديما. صباح الورد إسراء، أهلا وسهلا فيك. في ناس كثير بيحبوا الأكلات البحرية وفي ناس يمكن مش متعودين عليها وما بيحبوها وما بيستسيغوها بشكل كبير، لكن تعودنا على وجود المعلبات كان من التونة أيضا السردين. في أنواع أخرى والسردين، هل بتعطينا نفس الفائدة ولا لا؟ هيك معلبات خلينا نحكي أو أسماك تقريبا تعطينا نفس الفائدة من الأسماك الطازجة، وتعتبر أصلا طريقة تحضير سريعة للأسماك أو الحصول على الأسماك، بالإضافة إلى أنها كمان اقتصادية وسهل الحصول عليها، فتقريبا تعطينا نفس القيمة الغذائية. حابة أحكي عن السردين لأنه يعتبر دائما من الأطعمة المظلومة جدا، يعني حتى عندي في العيادة بعرض عليهم أكثر من صنف، بس لما يجي عندي السردين أنه لا شو بتحكي، ليش شو مرتبط السردين عنا حتى ما بحبوا كثير من الناس؟ ممكن كمزاج يعني كطعم، يمكن ريحة السردين ممكن تنفر الناس أنهم يتناولوا، لكن هو فعلا بيحتوي على عديد من العناصر الغذائية. حابة أعمل دعاية عن السردين اليوم. أول إشي هو صديق للقلب لأنه بيحتوي على الأوميجا 3 مثل ما حكيتي هلأ في البداية. الأوميجا 3 مرتبطة بانخفاض نسبة أمراض القلب، انخفاض نسبة الوفاة بسبب الجلطات والسكتات الدماغية. كمان صديق خلينا نحكي للعضلات لأنه بيحتوي على كمية ونوعية من البروتين جدا مهمة للعضلات. السردين برضو صديق للعظام لأنه بيحتوي على كمية عالية من الكالسيوم إذا بدنا نقارنه بالأسماك الأخرى، برضو بيحتوي على كمية عالية من فيتامين دال. بالإضافة السردين كمان صديق للكرش لأنه كسعرات حرارية السردين اللي بيعطينا إياها صديق ضد الكرش مش للكرش نفسه. بالضبط، ضد الكرش، انه ما بيزيد الدهون في الجسم، ما بيزيد الوزن، لانه اجمالا السعرات الحراريه الموجوده فيه جدا قليله. السردين يعتبر كمان منجم للمعادن، بيحتوي على الفسفور، بيحتوي على المنغنيز، على اليود، على السيلينيوم، كمان زي ما حكيت بيحتوي على فيتامين د، بيحتوي على فيتامين بي 12. يعني علبه سردين ممكن تعطيكي كامل احتياجك من بي 12. اذا بدك فعليا تعملي دعايه للسردين اربطيه باي شيء ممكن يخص المرأة، المرأة في من ناحية جمالية، لأنه أنا بعرف كمان أنه في فيتامينات معينة بالمأكولات البحرية والسردين بشكل أساسي ممكن أنها يعني تكون تأثيرها مباشر على أكيد. المرأة اللي يمكن بتحتاج كجمالها وكصحتها بالآخر. لكن في شوي بدنا نوجه توجيه للمرضى ارتفاع ضغط الدم، سيئته أنه بيحتوي على الصوديوم، بهيك حالة يفضل لو نلجأ ممكن للسردين الطازج، هون نتحكم بكمية الأملاح موجودة فيه، أو ممكن أنه كمية السردين اللي نتناولها بشكل أسبوعي ما تكون متكررة، أو إذا فضلنا ناخد كمية كبيرة من السردين هون يفضل أنه نتجنب أنه نحط ملح بالوجبات الثانية. هو مالح بطبيعته يعني طريقة حفظه بكون موجود فيها الصوديوم. هل في فئات من المجتمع أو حتى من الأمراض المزمنة يفضل أنهم يبعدوا عن السردين؟ هو أنه يبعدوا أو حتى كمياته يعني ممكن المرضى النقرس في حال عندهم اليوريك أسيد مرتفع عندهم عالي يفضل إنهم ما يتناولوا برضو السردين، لكن بشكل عام للأصحاء لمرضى القلب يفضل إنهم يدخلوا السردين أو أي نوع من الأسماك كمان ما في مشكلة. قد إيه عدد الوجبات خلال الأسبوع ممكن إنه يحصلوا عليها؟ كسردين أو أي نوع من الأسماك أو الأطعمة البحرية، إذا بدنا نيجي لجمعية القلب الأمريكية مثلا وصت في تناول الأسماك مرتين في الأسبوع. التوصيات الغذائية الأمريكية اللي بتنشرها دائما وزارة الزراعة الأمريكية، هاي دائما احنا بنعتمدها في توصياتنا الغذائية، برضو كمان وصت في تناول الأسماك أو الأطعمة البحرية مرتين في الأسبوع انها تتجاوز 225 جرام من
الأسماك بشكل عام. نعم، هلأ إذا بدنا نحكي على أنواع أيضا أخرى من الأسماك، التونة، ارتبط التونة بفكرة البرامج الغذائية أو الدايت بشكل عام، عشان هيك صاروا الناس يعتبروه أنه هو منفر، صحيح؟ صح. يعني لماذا ارتبطت عندنا هاي الفكرة؟ وخلينا نحكي من السعرات الحرارية ومن الطعمة، يعني ليش ربطناها بأنواع، يعني هلأ صار يدخل يمكن بأطباق مختلفة، صرنا نستخدمه حتى بالساندويشات، فطريقة تعاطينا إحنا مع التونة هل هي صحيحة أو لا؟ هلا بيعتمد طبعا سبب نفورهم منهم، احيانا ممكن يلجؤوا للحميات اللي بتركز على نوع واحد معين او الحميات العاليه للبروتين، بتلاقيهم دائما بيتجهوا للتونه. لكن زي ما حكيتي انه بنقدر ندخلها باطباقنا بطريقه تكون لذيذه، الاعتدال برضه، مو معقول انه كل يوم نتناول تونه، اكيد رح يكون ممل. زي ما حكينا هلا التوصيات مرتين في الاسبوع، فمو ضروري انه نتناولها بشكل اسبوعي. لكن التونه كثير جدا مفيدة، كتير كمان مهم إنه ندخلها بنظامنا الغذائي، بتحتوي على بروتين عالي. نوعية البروتين سواء في التونة أو السردين أو الأسماك بشكل عام يعتبر من البروتين الكامل، إنه بيحتوي على جميع الأحماض الأمينية خلينا نحكي، وبرضه سهولة هضمه. بتميز البروتين الموجود في الأطعمة البحرية إنه سهل الهضم. هلا التونة كمان بتعطينا بي 12، بتعطينا فيتامين A، برضه بتعطينا أوميجا 3 اللي هلا حكينا عنه. حابة أنا أحكي عن الفرق بين التونة المحفوظة بالماء والتونة المحفوظة بالزيت. في فرق كثير ناس بتسألوا هل في فرق أو لا. هلأ هو فعليا في فرق، بس مش فروق أو فروقات كثير جوهرية، لكن الفروقات الجوهرية فيه من ناحية السعرات الحرارية. سألتيني عادة تنحط في الحمية، هلأ التونة المحفوظة في الماء كسعرات حرارية أقل من التونة المحفوظة بالزيوت. مثلا نص كوب من التونة المحفوظة في الماء تقريبا تحتوي على 45 سعر حراري أو 70 سعر حراري، بينما المحفوظة بالزيت 145 سعر حراري، ففي فرق. فإذا عم نتناول التونة بشكل تقريبا 3-4 مرات في الأسبوع، هون يفضل إنه نحصل عليها من الماء، لكن إذا مرة مرتين في الأسبوع لا بأس إنه ناخدها من الزيوت. في فروق تانية، فيتامين دي مثلا موجود بالتونة المحفوظة بالزيت أكثر من الموجود بالتونة الموجودة في المحفوظة بالماء. كمان بتتميز التونة المحفوظة بالزيت إنه الأوميجا 3 فيها أعلى، زي ما بنعرف دائما الدهون بتدوب بالدهون، فأسفة هون في غلطة، الأوميجا 3 الموجودة في التونة المحفوظة في الماء أكثر من المحفوظة في الزيوت، لأنه دائما الدهون بتدوب في الدهون، فإحنا لما نحفظها بالزيت بتروح معه. الأوميجا 3 بتلاقي إنه خف شوي بالتونة يعني المحفوظة بالزيت. اللي بده يركز على الأوميجا 3 يروح للتونة المحفوظة بالماء. عشان تضلها موجودة جوا 100%. التونة طيب، أيضا موضوع المجمدة، الأسماك المجمدة يمكن هلأ صارت أكثر تداولا بين الناس. نعم. أقل سعرا، اقتصادية أكثر، وفي متناول اليد. هل برضو فيها السعرات الحرارية الموجودة مثلا أو حتى الفوائد الموجودة بالسمك الطازج؟ كفوائد لحسن الحظ إنه تقريبا هي الموجودة في الأسماك الطازجة. دائما الناس بتتخوف من كلمة مجمد، لكن لحسن حظنا نفس تقريبا كمية البروتين، نفس الدهون، نفس تقريبا الفيتامينات الذائبة بالدهون بتضل موجودة بالأسماك المجمدة. دائما الخوف ممكن يصير في فقدان للفيتامينات الذائبة في الماء، ممكن تزل شوي لما نيجي إحنا ندوب التونة ندوب الأسماك المجمدة، رح نلاقي إنها بتزل شوي من ميتها. هاي لما تنزل المي بتاخد معها الفيتامينات الذائبة في الماء. لكن ممكن نتغلب على هاي المشكلة إنه إذا في حال إنه بدنا نشوي التونة مثلا، نقدر نستخدم المي هاي اللي زلت بهيك، بهاي الطريقة بعملية الطبخ احتفظنا بالفيتامينات الذائبة في الماء، وما بيمنع أبدا إنه إحنا نستفيد من الأسماك المجمدة. بالعكس كتير مهم إنه نستفيد منها. بس كمان في نقطة كتير مهمة إنه ننتبه لما نيجي نشتري الأسماك المجمدة، أول إشي ننتبه على الكيس إنه ما يكون مثلا مزع مخزق. السمك نفسه لما نيجي نطلع عليه ما نلاقي إنه عليه كريستالات
التلج، لأنه هون بيعطينا انطباع أنه التونة الأسماك البحرية أو الأسماك المجمدة دابت ورجعت اتجمدت، فهون كمان بدنا ننتبه لهاي الأمور. وكمان لما نيجي نطولها من الفريزر يفضل إنه نحطها بالثلاجة طول النهار لحتى تدوب، أو ممكن نستخدم الميكروويف لحتى ندوب منها التلج. طب شو العلامات اللي ممكن نعرف فيها إنه هاي المأكولات البحرية هي صحية أو يعني ملامحها جيدة، ما تعرضت مثلا لذوبان ورجعت تتجمدت؟ زي ما قلتي يعني هاي بعض الإشارات اللي ممكن تكون مهمة لكثير من الناس، خاصة إنه إحنا يعني مش مدينة ساحلية، إحنا مش متعودين كثير على المأكولات البحرية، حتى ملامحها ريحتها، أصلا ريحة السمك أحيانا ممكن تكون منفرة، فكيف ممكن نعرف إنه هي صحية أو غير صحية أو مش فاسدة؟ هلأ زي ما حكينا إنه لما يكون مبين عليها تلج حوالين السمكة بكون واضح جدا إنها دابت ورجعت جمدت، فعشان هيك تكون عندنا التلج حوالين السمكة أو سمك الفيليه مثلا. الريحة كتير مهم كمان، ممكن إذا شمينا ريحة كتير ريحة الزنخ أو مبين واضح مش الريحة المعتادة للسمك، كمان هون بنعرف إنه صار في تلف في هذا النوع من السمك. لون لحمة السمك طبعا بيعتمد على شو الصنف المجمد. مثلا اذا بدنا نحكي عن الجمبري او الشريمبس يفضل تكون انها تقريبا قريبه انها تكون شفافه، هون بنعرف انها صالحه للاكل. السمك الفيليه انه يكون لونه ابيض على وردي، هون كمان بنعرف انها صالحة برضو للأكل. وكمان في كتير علامات إنه إحنا بنقدر نشوفها، كمان ما ننسى الأسماك الطازجة برضو في علامات إنه إحنا بدنا نعرف إنها هي فريش أو لا. بدنا ننتبه إنه تكون السمكة نفسها لما نيجي نمسكها تكون متماسكة، العيون تكون بتلمع للسمكة، ما يكون في ريحة ظاهرة من السمك الطازج. برضو هاي الأمور لازم ننتبه لها لما نيجي نشتري. يعني نحاول يعني حتى لو دفعنا حالنا اقتصاديا انه نأمنها لو مره بالشهر مثلا، ايش يعني خلينا نحكي الحد الادنى انه ناكل مثلا وجبه من المأكولات البحريه بالشهر، قد ايه بتفضلي؟ كم مره من هلا بالاسبوع يعني مينيمم؟ خلينا نحكي هلا التوصيات حتى الان بتركز كم مره في الاسبوع. مرتين في الاسبوع بيكفي. الكميه اللي عم نذكرها جدا بسيطه، يعني احنا كمان نحكي كطازجه يعني كاسماك طازجه. هلا الحلو في التوصيات انها ما حددت انه يكون طازجه او مجمدة. تكون مجمدة أو معلبة، لكن التوصيات بتميل إنه مرة من هدول، مش إحنا مرتين بناكل في الأسبوع، مرة منهم يكون من الأسماك الزيتية أو الأسماك الدهنية مثل السالمون، التونة، السردين. هاي الأسماك اللي يفضل إنه نركز عليها إنه مرة في الأسبوع ندخلها عشان تكون مركزة. نعم. أكثر يمكن. ديما كيلانا شكرا لوجودك معنا اليوم. أهلا صباح الخير. أهلا وسهلا فيك.